دكتور خليفة عبد الله. اهلا اهلا بيكي يا فندم. ايه رايك حضرتك عامه في الجو العام الامبريشن بتاع حضرتك؟ الحقيقة أنا كلنا يعني مبسوطين كبورد للجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم من الحضور بتاع والتنظيم بتاع السنة دي. كل سنة احنا دي سنة رقم 14، مؤتمر بالنسبة لنا رقم 14. كل سنة بنحس ان في تحسن وعدد الحضور بيزيد، وبالتالي ده بيدينا دفعة اكتر ان احنا كل سنة نعمل شيء جديد. فالحمد لله ده يعتبر من اكبر مؤتمرات السكر، مش في مصر على فكرة، المنطقة العربية بتاعتها كلها، اكبر عدد حضور واكبر عدد يعني نقول متحدثين خارجيين بيجوا، واكبر مؤتمر بيشارك فيه شباب اطباء. ازاي بيقدر المؤتمر ان هو يدعم الشباب الاطباء؟ الحقيقة بعدة طرق، واحدة منها احنا بندي فرصة للشباب انهم عشان نقول ايه نهيئهم يبقوا محاضرين في المستقبل، فبيبقى في عدد من المحاضرات سايبينها للشباب للصغيرين اقل من 30 سنة يبتدوا يدوا محاضرات. الجزء الثاني اي حد من الشباب عامل اي ابحاث سواء في الجامعة بتاعته او اي مكان عمله بنشجعه انه يقدم بيبر في المؤتمر ويقدمها، وبالتالي بندي جوائز لاحسن الابحاث. كمان بنساعد بعض اللي هم متميزين من شباب الاطباء ان احنا بالمؤتمر بيساعدهم سواء في التسجيل او السفر لحضور المؤتمرات العالمية على حساب المؤتمر. هو بيختلف ايه عن السنة دي عن كل السنين اللي فاتت؟ بيختلف في عدة اشياء، لك النمط واحد، لان احنا لنا مبدا واحد انه ان كل المؤتمر ما هواش بتاعه مجموعه معينه، يعني جامعه معينه، محافظه معينه، لا، مؤتمر يعني بنسميه القومي لمصر. فالميزه اللي فيه ان كل المحافظات وكل الجمعيات السكر الاخرى يعني اللي موجوده في اماكن كثيره في مصر، عندنا جمعيات كثيره جدا، جمعيات محليه، يعني في جمعيه في المنوفيه، جمعيه السكر في اسكندريه، جمعيه، كل الجمعيات دي بتشارك معانا في هذا اليوم، فيعتبر اكبر تجمع لكل الناس يعني المتعلقه بمرض السكر. مش كده وبس، كمان ده بيميزه السكر ما بقاش مجرد مرض عباره عن ارتفاع مرضى سكر، يعني سكر في الدم. السكر اصبح دلوقتي حالة تؤدي لمشاكل كتيرة جدا في الجسم، وفي يعني نوع من الترابط الشديد بين أمراض السكر وأمراض القلب وأمراض الكلى. وبالتالي المؤتمر بتاعنا هتلاقي حضور كثير من دكاترة القلب ودكاترة الكلى ودكاترة السكر والدكاترة كمان بتوع التغذية العلاجية، لأن علاج مريض السكر مش مجرد تديله قرص ينزل السكر، لازم نظبط كل هذه العوامل. وبالتالي ده ميزه في المؤتمر، بيجمع كل التخصصات اللي لها علاقه بمرض السكر. دكتور، ازاي الشخص يعرف ان هو ما عندوش مقاومه انسولين؟ كويس انك فتحت الموضوع ده. عندنا مشكله حاليا بقالها سنتين يمكن في مصر، واعتقد دي كان سببها السوشيال ميديا اكتر منه العلم. كتير جدا في عياداتنا دلوقتي، بقالنا سنتين اللي فاتوا، خش واحده معاها بنتها ومرعوبة وعايزة تحجز بسرعة، ايه اكتشفت ان بنتي عندها مقاومة انسولين، او اكتشفت ان انا عندي مقاومة انسولين، وجايبة تحليل مقاومة الانسولين بيسموه الهوما اي ار، ده تحليل بيتعمل في المعمل يقيسوا الانسولين ويقسموه على السكر يطلع رقم. الحقيقة ولا كتاب في الطب بيقول ان التحليل ده مهم من اي انسان يعمله. الحقيقة يعني ايه مقاومة انسولين؟ يعني جسمك يحتاج انسولين اكتر من الشخص العادي. يعني ايه مقاومة وانت حاجة بتفتحي باب؟ انك بتحتاجي قوة اكبر للمفتاح عشان يلف، دي كده مقاومة. فمقاومة الانسولين ان جسمك يحتاج انسولين اكتر شوية عشان يؤدي عمله. كويس. بيقيسوها ازاي؟ يقيس الانسولين في الدم الصبح يلاقي الانسولين عالي عن الشخص العادي. والسكر مظبوط، اذا هذه الانسولين ده عشان يشتغل بيحتاج كمية اعلى. جميل، ايه اللي بيسببه؟ زيادة الوزن. كل الواحد وزنه ما يزيد الخلية تتملي دهون، ولما تتملي دهون تقاوم الانسولين، ما يعرفش الانسولين يشتغل، فالبنكرياس يطلع كميه اكبر عشان يقاوم. نفس المعنى لما تقفي على الميزان، نفس المعلومه، اقف على الميزان وزني اكتر من العادي يبقى انا عندي مقاومه انسولين. طب روح بحلله ليه؟ لو له علاج مختلف عن علاج السمنه كنا صح احلل، عشان لو عندي مقاومه انسولين اخد علاج. للاسف هو ملهوش علاج في حد ذاته، هو علاجه علاج سببه هو السمنه. فبجميع الاحوال هتعملي يعني نظام غذائي صحي، رياضه، تنزيل وزن، ما هو ده علاج مقاومه السمنه اللي هو نفسه علاج السمنه، يبقى بحلله ليه؟
يعني لو رقم طلع 3 طلع 5 طلع 10 ايه العلاج ولا حاجه؟ برضو نفس الثلاث الحاجات اللي قلتهم لحضرتك، نظام اكل وتنزيل وزن وممارسه رياضه، يبقى التحليل بس كده ولا اي حاجه تاني، ومتابعه. الناس يقول لك لا يجي لي سكر، يعني اللي عنده مقاومه سنين عرضه ان يجي له سكر، البنكرياس بيجهد. طب ما هو اللي وزنه كتير عرضه يجي له سكر، المعلومه هي هي، يعني كلمه وزن زياده تساوي مقاومه انسولين، يعني يستعملوا بدل بعض، فبالتالي بحلله ليه واخوف الناس. المطلوب زي ما اتفقنا نظام غذائي صحي ومراقبه السكر كل 6 اشهر، حل السكر صايم بس اطمئن انه ما ابتداش يجي لي سكر. ده حتى للشخص العادي، للي عنده استعداد للسكر ووزنه كتير، لا الوزنه عادي ما بيحللش ده، ما يحللش ده، انا بتكلم على السمان اللي بيحلله مقاومه انسولين. لازم كل 6 اشهر للي عنده استعداد وراسي ووزنه كتير. بس على فكره ما يحللش حاجه تاني، الصايم صايم يحلل السكر صايم، لو اقل من 100 فيش ولا حاجه، يكمل النظام اللي ماشي عليه. لو من 100 ل 125 ده يسموه المرحله ما قبل السكر، نبتدي هنا ممكن نكثف النظام الغذائي وساعات نستعمل الجلوكوفاج، لكن الجلوكوفاج لا يستعمل لمقاومه الانسولين، يستعمل للسكر لما يبتدي يعلى. وهل في ادويه دلوقتي في السوق يقدر بيها المريض يتحكم في نسبه السكر؟ طول عمرنا عندنا ادويه نتحكم بيها في السكر، لكن مع مرور كل سنه بتنزل علاجات جديده بتشتغل بطرق مختلفه، فكلما كان عندك وسائل اكتر بالتالي بقى الدكتور عنده حريه في الاختيار ما بين الادويه. الادويه الجديده الحديثه فيها ميزتين غير انها بتظبط السكر، الادويه القديمه على فكره قويه وبتظبط السكر، اكتشفوا انه ليها ميزتين غير انهم بينزلوا السكر، لهم منافع على القلب، بيقللوا مشاكل القلب في حد ذاتهم لدرجه ان انتم يستعملوها في ناس ما عندهاش سكر، للي عندهم مشاكل قلب، ضعف عضله قلب، مشاكل شرايين قلب، ممكن نستعمل ادويه بتاعه سكر مع ان المريض ما عندوش سكر لحمايه القلب، وفي نفس الوقت بتحسن وظائف الكلى، فبدنا نستعملها حمايه للكلى حتى في الناس اللي ما عندهمش سكر. وبما ان مريض السكر مشاكل القلب عنده والكلى كتيره، فاصبحت ميزه هذه الادويه انا بظبط بيها سكر وبعالج بيها مشاكل القلب والكلى في نفس الوقت، وبالتالي ده المميزات اللي نزلت. لكن احنا عندنا ادويه كتيره من زمان نقدر نظبط بيها السكر. دكتور خليفة انا بشكر حضرتك جدا جدا على المعلومات الشيقه دي، بجد فعلا انا شخصيا اول مره اسمعها. شكرا لحضرتك جدا، تسلم. ميرسي حضرتك، شكرا، مع السلامه.